وسهلا فيكم بمارفل ستوكس بودكاست. اليوم معنا روبي حبش. روبي لاعبة وكابتن فريق كرة السلة للمنتخب الوطني. هاي روبي. هاي كيفك؟ منيحة انت كيفك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا فيكي بالبودكاست. شكرا. ثانك يو. روبي خلينا نبلش اول شيء نحكي على البدايات. وامتى بلشت تلعبي باسكتبول؟ بلشت لما كنت 6 سنين، فكان عمري صغير شوي، كنت بليتل ليج ومدرسة كرة السلة وهيك، وضلتني لهلا. اوكي، فمن عمرك 6 سنين يعني انت بتلعبي باسكت. بتحسي الواحد بين عليه ايش بحب يعمل هو صغير ولا مع التجربه؟ ببين، بس انه حلو يجربوا اكثر من شيء عشان يعني يعرفوا انه هم جد بيبدعوا بهذا الشيء. يعني انا كنت العب انا وصغيره برضه بنفس العمر، انه كل العاب الرياضه، يعني كنت فريق فوتبول، فريق هاندبول، وباسكت، وسباحه، وبينج بونج، والعاب قوى كله بالمدرسه، وفي اشياء بالارثوذكسي كمان. وبعدين بس تكبري شوي بتصيري ما تهتمي فيه، تبطلي تروحي عليه، وشوي شوي بتشوفي انه فلان هاي وهاي اللعبه بحب. بعدين بتشوفي حالك شو تعلقتي اكثر بشو اشطر وبتكملي. بالضبط، هو الواحد يجرب بحس مهم. بس انت كنتي عارفه انك بتحبي إشي بالسبورت، صح؟ فجربتي كثير اشياء وحلو وظن مفيد للواحد كان يركز على إشي انه ما يضل يعمل 500 إشي. فهذا الشيء كان بعمر صغير، يعني انا لما كنت تقريبا 10 11 هيك إشي، كنت بس باسكت وفوتبول، وعلى 13 خلص بس باسكت فولي باسكتبول. طب وبعد ما خلصتي مدرسة إيش درستي بجامعة؟ درست ماركتينج، تسويق بالأردنية، وأكتر اشتغلت ماركتينج يعني بعد الجامعة كمان. بعدين غيرت الانترست، قررتي إنه تركزي كامل على الباسكتبول. في إشي لفت انتباهي وأنا بعمل ريسيرش عنك، شفت إنه بوقت الجامعة كنت بتعملي مودلينج. طبعاً لسببين، كان عندك اهتمام بالمودلينج والأزياء، وسبب الثاني كنت تغطي تكاليف الدراسة، فهذا الإشي حلو بنحكي عنه. إنه بتقدري تحكي هيك. يعني موديلينج أنا ما عمري كنت أفكر إني أعمل، بس جالي أكتر من حدا يعني أنا صغيرة إنه بتزبطي كسمك حلو طويلة وهيك، فلي ما جربي. فقلت إنه زيادة إنكم، يعني إنه أنا يعني كنت أحاول أعتمد حالي من صغيرة، يعني حتى قبل ما أدخل جامعة كنت أطلع يعني مصاريفي لحالي. بالجامعة كنت أشتغل بارت تايم وبدرب باسكتبول ليتل ليج ومع الموديلينج وهيك، فكنت ادخل واصرف على حالي لحالي، فعشان هيك. اوكي، صراحه رهيب انه عندك هذا الشيء انت صغيره مزروع فيكي، فبتضلك بتشوفيه بكل محل بتشتغلي فيه او بكل مرحله بحياتك. طب هلا درستي ماركتينج واشتغلتي بالماركتينج، قد ايه قعدتي بهاي المرحله؟ يعني قعدت تقريبا 5 أو 6 سنين تقريبا اشتغل بالماركتينج. بعدين اجت فترة لما وقعت مع ريد بول، حسيت انه خلص بديش اشتغل شغل عادي، بدي اركز بس على الباسكت و تترن انتو بروفيشنال بلاير يعني. فوقتها تركت شغل بالماركتينج واتجهت بس باسكت بول ورياضة. اوكي، قد ايه رهيب شعور انه كوني اشي عندك اياه هواية وبتحبي تركزي عليه وهلا صار انه شغلك؟ احلى شيء بالعالم. هو في مثل بيحكي انه اذا بتشتغلي بشيء بتحبيه انه you don't have to work for the rest of your life، لانه انت عم تعملي الشيء اللي بتحبيه، ففعليا مش جد شغل يعني. صح. طب ليش تتوقعي انه ريد بول قرروا انه هم بدهم to sponsor you، تصيري انه ريد بول اثليت بهذيك المرحله؟ ايش الشيء كان بميزك عن نحكي اشخاص تانيين؟ انه كان يعني فتره طويله انه اسمي احسن حدا باسكت بالاردن، وكمان هيك عم بيتدرج اسمي بالعرب وهيك انه من الاحسن. بلس اني كنت كتير اكتف على السوشيال ميديا، وبهذيك الفتره ما في كتير لعيبه يعني لا شباب ولا بنات كانوا عندهم انه حسابات انه شوي مشهوره وواصله وبتعمل كونتنت وهيك، فهذا الاشي كمان بهمهم كتير. يعني في كريتيريا تانية إنه بالنسبة لهم إنه بحب يكون عندهم other hobbies غير الرياضة تاعتهم. وقتها كنت بعمل modeling كمان لفت انتباههم. يعني أظن هاي الأشياء أهم أشياء. صح. هو الواحد إنه إحنا في عنا جزء إنه مش يعني زي بسموها love hate relationship مع السوشيال ميديا، بس هلأ بكون عم بتكون مهمة إن الواحد يفرجي هواياته وإيش بعمل، من هون الواحد بنعرف يعني. أكيد طبعاً. هو أهم إشي عملته لحالي هو السلف ماركتينج صراحة. يعني إحنا كنا وإحنا وصغار ما حد بكتب عنا، ما حدا بينشر فوزنا خسرنا، ما حد بعرف إنه في دوري، في ناس ما كانت تعرف إنه في باسكت بنات ومنتخب وهيك. فأنا وقتي هذا I decided إنه أوكي ما بدهم يحكوا عنا، أنا بدي أحكي عن حالي وبدي أحكي عن فريقي، وعملت صفحة لفريقي وصفحة لإلي، وصرت أنزل أخبارنا وأخبارهم، أعمل فيديوز وكليبس وهايلايتس وهيكا.
فهذا اللي بلش يجيب اتنشن انه هاي في بنات هاي في روبي هيك، عملت سيلف ماركتينج لحالي وصار يجيني ناس بدها تعلن معي وهيك يعني من وراء اجتهاد عن جد. ولما اشتغلتوا على الماركتينج نحكي للفريق حسيتي في فرق على كل الفريق انه ككامل؟ يعني اكيد اه يعني بزيد بصير في اتنشن اكثر، حتى صار في يجي جمهور شوي اكثر بهذيك الفتره وهيك، وهم كلهم شوي شوي تشجعوا صاروا يعملوا لحالهم شوي زيي وهيك. طب روبي احكي لنا ايش اكثر مباراه اثرت فيكي؟ اثرت فيي اوكي يعني ممكن احكي في بطوله بالامارات صارت فيها كثير من منتخبات العرب ولعبنا وقتها ضد تونس، انا هاي كثير بحبها لانه يعني بتحكي كنت انا الشخص المحول بالمباراه النقطه المتعاوله، انه كانت كثير قريبه كثير قريبه بالاخر مباراه كنا عم نخسر، بعدين جبت 3 بوينتس اللي عادلتنا، لعبنا اوفر تايم كمان جبت البوينتس اللي فوزتنا، فكانت كثير حلوه، حطيت وقتها 33 نقطه ويعني كنت سبب بالفوز، فهاي هيك بتضلها معلقه. اكيد اكيد بالذات لما تكوني حاسه انه خلاص عم تخسري وفجاه يصير في بوست وتفوزوا فيها. صح. طب وكل قبل المباراه ايش بيكون شعورك؟ انت من النوع اللي بضل يحكي مع حاله بطريقه انه ايجابيه ولا بتكوني خايفه ولا شوي لما تكبري وتوعي بتصيري تعرفي اكثر شو الاحسن؟ يعني انا صغيره كنت شوي اكون خايفه شوي تنس وهيك، ومرات هذا الاشي كان ياثر سلبي، فشوي شوي بتصيري تدربي حالك منتلي كمان انه ما انه تحاولي ما تفكري كثير بالجيم دورينج ذا دي وتعيشي يومك طبيعي. انا بالنسبه لي هاي اشتغلت معي، وقبل الجيم بشوي خلص بتصيري فوكست وبتعزلي كل شيء برا، يعني تحاولي ما تفكري لا بجمهور لا بمشاكلك اللي برا، حتى يعني اذا حكى إشي المدرب او حدا من اللعيبه ممكن فتره من الفترات كان ياثر فيه، صرت انه طنشي تحاولي تركزي، عرفتي انه هذا بالنسبه لي في عندي روتين، يعني مثلا انا بالسياره في عندي ميوزك معينه بسمعها قبل ما اروح على الجيم، بحسها هيك تايبس مي اب بدخلني بالجو، عندي مثلا هيد باند معين بحب البسها، ربطة شعر معين بحب البسها، هيك بخلي هذا الروتين يحسسني بشوية كومفورت هيك انه عرفتي قبل المباراة. صح. هو الواحد كل ما يكبر بصير الواحد عارف حاله اكثر وقادر يسيطر على افكاره. حتى في ناس ببعد عنهم قبل الجيم لهي الدرجة. صح. بتصير تعرف انه هاي وهاد وهاد بتنشنوني قبل الجيم، خلص عندهم ملاحظات بتخليني اشك بحالي مثلا، فبتصيري قبل الجيم تقعدي جنبهم هذول اللي اذا هم خايفين بيعدوكي بخوفهم، عرفتي كيف؟ خلص بضلك مع اللي واثقين من حالهم، هيك شوي شوي بتزبط امورك. صح. طب ايش اكثر او نحكي مواقف او لحظات كانت صعبه بمسيرتك كلاعبه؟ يعني هلا قادر افكر بشغلتين، الاولى الاي سي ال لما انقطع عندي الرباط الصليبي بركبتي، هاي كانت صعبة لأنه هاي من الإصابات اللي في مرات بتنهي حياة الرياضي ككمل لعب، فيعني وقتها شوي كانت صعبة لأنه كنت أنا تقريبا تاني حدا بالأردن صاير معه، ما في كتير ناس رفرنس أرجع لهم بالأردن، حتى وقتها حكيت مع لاعبات من لبنان صاير معهم وفهمت منهم كتير أشياء إيش أعمل هيك. هي بتاخد عادة 6 أشهر لسنة لترجعي، أنا أخذتني 5 أشهر لأنه I was very focused وكنت يعني literally ice طول ساعة exercises طول ساعة ice طول ساعة طول اليوم 24 ساعة، فكنت كتير مركزة إني بدي أرجع on time، كنت أعمل فيزيوثيرابي كتير والحمد لله قويت جسمي ورجعت حتى أحسن من قبل. أوكي رهيب. تاني إشي صعب هو صراحة بس خلفت، الخلفة يعني كتير مش أبدا مش سهلة، وجسمي حتى حسيته بالريكوفري أصعب من وقت العملية، يعني كل جسمي تغير، فأنا حسيت حتى لهلا مش قادر أرجع لمستواي قبل الخلفة لأنه really changes the body، فهاي كانت مرحلة صعبة. أكيد صراحة مرحلتين هلا حكيتيهم أبدا مش بسيطين لحد يكون لاعب بالرياضة. طب كيف كنتي هالقد مصرة إنك تطلع من هدول المرحلتين الصعبين؟ لأنه إذا كل شيء حواليك عم بقولك it's gonna take time ورح ياخد كتير وقت. وقت الاي سي ال صدفت بنفس الفتره في لاعبه بالدبليو ام بي اسمها سكايلر ديجينز، هي كمان اصابها اي سي ال ففي نفس الفتره، فانا حطيتها زي مقياس انه اذا هي باحسن دوري بالعالم بدي اشوف قديش بدها لترجع، وانا بدي احاول اشوف، وكنت كل بروجرس اقارن حالي فيها، يعني مثلا الركبه بهذيك الاصابه مثلا البروسس تاعها قديش بدك لترجع تطعشيها وتفولي باندنت وهيك، كنت حتى أقارن معها إنه هي طعجتها هلا أنا كمان طعجتها هلا مثلا هيك، إنه أمشي معها بالبروسس حتى رجعت قبلها، فهذا الإشي خلاني هيك to keep pushing إنه أقارن حالي بأحسن حدا وببلد عنده resources ومعالجين top notch وجيم وكذا، وأنا إنه ببلد مش هالقد فيه، مع هيك قدرت زبطت معك.
فهو الواحد طلع على أمثلة يعني نجحت، مش يطلع على إشي مش رح يزبط. هون الواحد بقدر يحس بالأمل على قليلة، عن جد هو هيك. طب وبمرحلة ما بعد الولادة؟ يعني عشان أكون صريحة معك، هاي المرحلة شوي حتى قد ما هي صعبة كنت أفكر أني أوقف خلص وأعتزل، لأنه كتير بياخد مجهود ووقت وتعب وجهد يعني. كتير حتى قعدت حكيت مع أمي مع جوزي مع صحباتي أنه خلص أترك ولا أكمل هيك. كان في ناس يحكي هيك وناس يحكي هيك، بس أنه حسيت أنه أنا لسه مش ردي أني أترك. فقلت خلص وانس بدي تكمل. أنا من النوع اللي إذا بدي تكملت لسمثينج بدي أرجع أكون منيحة، ما بدي أرجع والكل يحكي هاي يشوف أنه نص نص أنه رجعت مش منيحة. فخلص وانس قررت أني بدي أرجع، صرت أنظم وقتي يعني زي ما تحكي. حتى كنت أضطر أخذ ابني معي على التمرين وعلى الجيمات لأني كنت لسه I was breastfeeding. فهاي المرحلة كانت كتير صعبة كمان، لأنه بياخد يعني فوق ما أنت مثلاً بتترك التمرين تطلعي مثلاً breastfeed بترجعي، كمان هو بيكون بسحب كالسيوم وفيتامينز من جسمك وأنت عم تلعب ومش عم بتعوضي إنف وهيك. فكنت كتير أتعب ويصير عندي إصابات، ولهلأ بعاني من إصابات بركبتي من هاي القصص فهيك. بس خلص لما تشوفي إنه عم تعملي منيح، وحتى مع إنك أنت مولد جديد وعم بترضعي وعم هذا وعم تعملي منيح ولساتك من احسن الناس، هذا لحاله بشجعك انه هيني يعني I can do it. بالضبط. وحتى انت رح تكوني مثال لكثير بنات حوالينا اللي بحكي لهم اذا بتحملي رح تخسري your career او رح تبطلي تكوني لاعبه او تكوني موديل. انت هيك مثال وجود لكل بنات حوالينا الصراحه. عن جد كثير رهيب هالشيء اللي حكيتيه، لانه شوي عنا يعني في احباط كثير حوالينا وقليل نلاقي positive content. فانت هلا مثال كثير رح يحمس بنات عن جد. فثانك يو كثير. ثانك يو لك. طب احكي لنا هلا كيف بدك تعملي نحكي بالانس بين حياتك كزوجه وعندك طفل وكلاعبه كره سله؟ كثير بيسالوني هذا السؤال بقولهم مش ملحقه يعني ما تفكروا انه سهل مش ملحقه، بس يو مانج يعني يو جيت ثرو يعني. مرات انا حتى جوزي بكون مسافر وعندي تمرين وابني فيش محل احطه هيك، مرات بضطر اسوق مسافات طويله لعبين ما احطه عند اهلي واطلع احنا بنتدرب بالفحيص وارجع واخذه من عند اهلي وارجع البيت. وهاي فهي مشوار يعني كبير وهيك، بس انه بده تضحيه يعني ما دام انت قررتي بدك تضحيه. ويعني اي مانج سمهاو يعني اهلي بيساعدوني، كمان النادي واداره النادي ما بتقصر وايش ما بدي وايش ما بطلب بيحكوا لي اوكي. يعني في مره يعني سفروا لي يعني كان الاوفر انه تسافري انت وامك وابنك وتاخذوا سويت عشان ترتاحي. انه شوفي قد ايه رهيبين صراحه عن جد كثير كثير منيح. فهذا إشي بيساعد. حسيتي بهاي المرحله في دعم من النادي ومن الفريق كونك انه لاعبه ويعني ام وعندك طفل بهاي المرحله؟ أكيد أنا لو ما لقيت هذا الدعم يمكن ما قدرت أرجع بسهولة. يعني حتى رئيس النادي أيمن سماوي بتاع نادي شباب الفحيص لدرجة يعني أول ما كنت مخلفة قلت له إنه ما عندي بيبي سيتر أحطه during practice، أمي بتشتغل وجوزي مسافر هيك، لدرجة قال لي بجيب لك بيبي سيتر وهيدت جاب لي بيبي سيتر، حكى لي إذا بدك تجيبيه معك الأوضة الزيادة بنعمل لك إياها نيرسري، يعني إيش ما بدك. فشوف قد كان مناح. حتى المنتخب يعني دينا هلسة كمان ما قصرت لما سافرنا على المنتخب، كمان خلت جوزي يجي معي عشان يدير باله على جيسن وقت التمرين وهيك. فانه الحمد لله يعني عم بتقبله. صراحه كثير رهيب الشعور هذا انه حاسه فيه انه سبورت من كل حدا. طب احكي لنا ايش في جائزه اخذتيها ما بتنسيها او انه كانت مؤثره؟ هلا اخذت اكثر من جائزه، بس اكثر تنتين يعني ممكن واحده اكثر من الثانيه. في واحده اخذتها بيست جارد ببطولة الشرق، البطولة العربية بالشرق. هاي كانت حلوة لأنه كان كتير مشارك ناس وفي كتير لعبات منح، فحلو أنه أخذ جائزة فردية بهيك بطولة. وفي بست ثري بوينتر ببطولة ويست إيجيا غرب آسيا، فكمان أنه أكون أحسن يعني مسددة ثلاثيات بين لعبات كتير منح. هدول أكتر تنتين كانوا مؤثرين. أوكي. طب خلينا هلأ نحكي على على علاقتك أنت وزوجك. تعرفت على بعض كمان من الباسكتبول، وزوجك برضو فريق منتخب الفلسطيني، فكيف علاقتكم تتعلق على الباسكت من اولها يعني ولا كيف من اولها وهلا؟ اوكي. تعرفنا على بعض، هو اجى يعني سكولرشيب على عمان بجامعه من الجامعات، ف وقتها بهالفتره تعرفت عليه. كنا هيك ملتقينا على الناس وصار في حديث، صار في تحدي صراحه انه تحديته انه انت جاي من فلسطين تحترف عنا وتلعب عنا، ويعني كان محترف كمان. فسؤالي استفزه شوي وبلش انه هو يتخوت علي انه انتوا اصلا البنات تعرفوش تلعبوا، ومزح ما مزح وهيك. فصار تحدي انه شو رايك نلعب 1 on 1
اوكي رحنا لعبنا وان ان وان وصرنا بالجيم يعني نضحك نتخوت نمزح وهيك، فشوي حسينا انه في هيك شويه كيمستري بيناتنا، فمن هون بلشت علاقتنا انه صرنا نطلع مع شله الباسكت شوي شوي وهيك حبينا بعض. هاي قصتنا يعني. هاي قصه كيف تعرفنا على بعض، فليترلي باسكت بول يعني. وهلا علاقتنا ممتازة يعني، كتير إشي منيح إنه نكون زي بعض لأنه نفهم بعض يعني، هو فاهم إنه أنا ليش لهلا بلعب مع إنه عندي كوميتمنتس عائلي وولد وكذا، لأنه it's a passion once لسه في عندك هذا الحب للعبة ما بتقدر تتركيها، فهو فاهم وبساعد. وقلت لك في مرة كامب إجا بي بستر معنا يعني، فترك كل شيء جاي بس مهمته إنه يدير باله على ابننا بهاي السفرة. ونفس الشيء أنا يعني، أنا كتير مرات بسافر وبترك الدوري وبترك البطولات أكمل بطولة وبضحي فيهم عشان هو عنده كونتراكت مهم ومنا نطلع مع بعض كعيلة، وهلأ في إشي هيك يعني كمان حاليا عم بصير، فهيك you give and go يعني، فيها شوية تضحية وتمشي الأمور. حلو لأنكم أنتوا تنين نفس الجو فاهمين على بعض، فأنت إيش بتتطلبي هو فاهم عليك من وين جاي، أنت نفس الإشي. صح. لو حدا مثلا ما خصه مفروض يترك إنه شغله بعمان يعني يكمل عشان طريق زوجه ممكن يتضايق، بس أنت فاهمة عليه وليش واصل لهاي المرحلة. طيب هلأ هو كابتن فريق في كرة السلة الفلسطيني وأنت الأردني، بتحسي لما يكون في اثنين عم بيلعبوا ضد بعض اردني وفلسطيني، مش قصدي كعنصريه، قصدي كتحيز، انه انت دائما بتلعبي مع الفريق الاردني وهو الفلسطيني، بتحسي فيه بيصير فيه انه هيك؟ لا انا كثير اصلا الناس بيسالوني لما يلعبوا اردن وفلسطيني بتشجع جوزك ولا الاردن هيك يعني، هو شوي صعب لانه انا اولاد الاردن اللي بالفريق هدول متربي معهم ولعبي معهم كل حياتي، وانا كمان كابتن منتخب اردن، بس جوزي بيلعب فلسطين، فبصفي ما بتقدر تشجع، انت بتقعدي بالجيم بالضبط اللي بتكوني مش عارفه لو مين تسقفي. لما يعني اذا بفوزوا اردن بكون مبسوطه لانه اردن، اذا بفوزوا فلسطين اكيد بكون مبسوطه، فهلا دائما مبسوطه. فما بطل كثير يفرق يعني. صح اكيد. طب وهلا التنين انتوا تنين زوجين بتلعبوا باسكت بول، بدكم اولادكم يكونوا باسكت بول بلايرز ولا مش كثير مصرين؟ يعني هوبفلي يعني بنحب اكيد. بس اذا ما كان الانترست باسكت ما رح نجبر يعني. صح هيك، بس اكيد بنحب يعني. بس هو جيسون ابننا اوريدي شكله بحب باسكت يعني، بس ناخده على التمرين بس طبات وبركض فشكله بحب يعني. ايش في عندك هلا خطط مستقبليه حابه تشتغلي عليها او توصليها؟ هلا صراحه انا عم بشتغل اكثر على الكونتنت كرييتنج لانه حاسه عم بيكون في له ردود فعل يعني، والمنصه تاعتي خصوصا على التيك توك عم تكبر، فعم بركز شوي على السوشيال ميديا شوي، بس برضه رح يكون عندي خطه بالتدريب مستقبليا ان شاء الله بدنا نفتح اكاديمي انا وسني، وهيك يكون البزنس فاميلي تاعنا لقدام شوي ويعني هيك. رهيب صراحه. ايش بتحسي الصفات اللي بحتاجها الشخص عشان يكون بروفيشنال سبورتس بلاير ريجاردلس اذا كان باسكتبول او ايش ثاني؟ صفات اوكي. لا يعني اولا البنيه الجسديه يعني، لازم يهتم بجسمه باكله، الجيم لازم يلتزم ويكون عنده مسل ماس وقوه وسرعه وهيك، الاكل لازم يكون هيلثي، النوم، الروتين تاع حياته، هذا كل شيء بياثر. هلا غير اكيد الموهبه يعني، اذا بده يكون شيء هذا لازم يكون فيه موهبه، بس الشغل اللي بحطه ممكن يعادل الموهبه يعني، اذا كان جد طول الوقت بتدرب وبشتغل حاله. والمنتاليتي هذا من اهم الاشياء يعني، اذا كان هو منتلي ويك ما راح يزبط يعني، لازم يكون من النوع اللي يعني مش شرط شايف حاله وهيك، بس لازم يكون بالملعب واثق من حاله انه شو ما عمل مش فارق معه حدا. هاي الشخصيات هي اللي بتنجح وبتصير بروفيشنال، بس اللي بضل خايف وقلقان بالناس او متوتر وجيم منيح وعشرة لا يعني هذا ما بزبط. هذا رح هي بالنسبه هي 100% المايند سيت، وقد الواحد يكون عنده ثقه بحاله وايش اللي بيعمله. طب انت مريتي بمرحله بحياتك كان عندك شكوك بايش تعملي؟ يعني بتصير مرات معك بجيم جيمتين لما ما بتتوفقي، بس ما صارت معي انه انا حاسه انه انا ما بقدر، انا من النوع اللي كنت من انا صغيره حاسه حالي احسن حدا، ويعني بالمدرسه بالجامعه بالنادي اورتوكسي بالفحص يعني، لحديت ما بقول لك تقريبا لحديت ما خلفت وانا شايفه حالي نمبر 1 والناس بتقول لي نمبر 1 يعني، بس انا ما يعني ما الواحد ما بحب يحكي، بس انه خاص من جوا انت شو بتكوني حاسه. هلا بعد ما خلفت ورجعت انا لهلا بقول لك ما رجعت لمستواي، ولا يعني زي ما تحكي الرانكينج تاعي اذا في رانكينج بيكون نزل لانه في ناس ثانيه عم تشتغل على حالها وفي ناس ثانيه واثقه من حالها وعم تتدرب كثير، فبصير في منافسه وبصير في هيك، بس هذا كله الشيء بصب بمصلحه المنتخب والفريق وهيك، طبعا كلهم عقليات محترفة بيصيروا أكيد.
اوكي روبي، احنا هلا باخر الحلقه، ايش في عندك نصيحه حابه تنصحيها للبنات اللي مروا بالظروف اللي انت مريتي فيها، حاسوا حالهم محبطين، ما في امل، مش عارفين ايش يعملوا، فايش بتحبي تحكي لهم؟ ان الافكار هاي اللي هيك ما يضلوا يفكروا فيها، طلعوها من راسهم يعني، واي شيء نيجاتيف وبحبطهم بزياده يبعدوا عنه، والناس النيجاتيف يبعدوا عنها. يعني اذا في شيء حابه تعمله ما تفكر انه في شيء زي مثلا خلفه او اصابه او شيء ممكن توقف طريقها، لا بالعكس، يعني اذا عندها هدف وباشن حابه توصل له، بس هارد ورك وبرزيستنس هاي الاشياء هي اللي راح توصلها لهدفها. فبس ما عندي شيء، يعني انا بحس اي حدا حاب يعمل شيء خليه براسه لحديت ما يعمله، ما يسمع لحدا تاني اذا كان مش بمصلحته. صح. Thank you so much. Thank you. كتير على الحكي. Thank you. Okay.